عليكم شباب، اهلا وسهلا بكم بفلوغ اليوم الثالث مدينة اسطنبول. وانا والاخ ابو حسن حبيبي ماهر اليوم راح نروح نساوي حرب البالونات او تحدي البالونات. راح نساوي تحدي انا وماهر، والبذها اللي بخسر بعشي ثاني على عشاء. عشاء تكرم عينك، نحن نعشيك من دون من دون البالونات. لا مو بجدارتي وبذراعي لا اريد. وهاي شباب التجهيزات خالصة لحرب البالونات، ترقبونا في حرب البالونات، عم ينفخ البالونات. والله شباب راح نبلش التحدي انا وابو حسن، فشجعوني لالي. راح نساوي 20 ب20 ولا 10 ب10؟ 20 ب20. راح نختار الوان ونضرب هون ونشوف مين يربح. راح يبلش ابو حسن. راح نختار الالوان الازرق. اصفر، انت قلت ازرق، خسرت يعني. هاي وحدة، هاي ما صبتها، هاي وحدة، هاي بوش، يعني صار عندك وحدة بس. هاي صبتها اثنين، راح تخسروا الزلم عم يقول. هاي صبتها ولا لا؟ ثلاث ضرب وحدة بوش، وحدة بوش، وحدة يعني ما صابها. هاي أربعة بواحد. اختار اللون يا ماهر، لا تطش. اي لون؟ ما يصير بدك تختار لون، قول لي لون ازرق احمر. هاي صار 6 بواحد، 6 بواحد، 7 بواحد، 8. هاي بوش 2، صار 10، 11، 12. هاي صبتها؟ صار 2. عم يعبي المخزن. هذا خرطو الشباب، هلا كمان يرجع شباب ماهر. طب ما بدي اني ثلاث سيارات. هاي ثلاث سنت شفت كم هون فورد؟ هون كثير دغرمة. تمام شلون هاي كثير؟ هاي لون يا ماهر اختار. صبتها احمر. قديش صار؟ 13. 16، 14. اللي بعده شو هي؟ اي لون؟ 15، 16، 17، 16 مليان ولا فاضي؟ مليان. مليان صار 17، 18، 19. ضلوا ضرب واحد لماهر. هاي 20. تمام 20. وعنا ضرب 3 ضربات على الفاضي. والله 23. هلا صار دور جمال. قدر هذا اي لون؟ اي لون بدك؟ واحد واحد شباب. واحد اخضر. اثنين ازرق. ثلاثة شفت؟ هيك ما تخسر في هواء. ثلاثة واحد. ثلاثة على الفاضي. هاي تمام بنتي خلصت. معناتها هاي ما خلصت لسه بدها تعب. هاي هاي على الفاضي وحدة صارت عندك روح. سبعة تسجيل. هاي أحلى شغال. قديش صار؟ أربعة وحدة فاضية. ثلاثة مليان. صار 2 عندك فاضي. ثلاثة فاضي. وحدة فاضية تخسر تدفع يا جمال. مليان. هاي على الفاضي الدفع. ثبتنا عليك يا جمال. بس كمل يلا. لسه عندك خلص. هذا في عندك 4 ضربات دروب. هاي 4 ضربات شباب. هاي صار 5.
خمس ضربات صار على الفاضي. كمل كمل. ما ضلي نفس والله. راح تدفع 20. 20 حق الضرب. ما ضل تراجع ممنوع. اصفر. احسنت يا اصفر. سبك طيارة ساعة ربع طيارة. لا الطيارة بلا. ممتاز. كمل اشوف. خلاص عبي. والله شباب عندنا اخر ضربتين انا وابو حسن راح يضرب ضربتين بيد واحدة وانا ضربتين بيد واحدة لاشوف. تكرم عيونك كل الحظ. صرت اصابها والله ما شاء الله عليه. الضربه اللي بعدها اي واحده اختار؟ لا ما صبتها. واحده صبت واحده ما صبت. واحده صبت واحده ما صبت. صار دور جيمو. بيد واحده يا جمال. بيد واحده. بيد واحده بدك تضرب. هاي على الفاضي ما صبت. ظلت عليك ضربه واحده. ما صبت. وهاي اخترنا تحدي شباب راح نعطيه 20 ليرة للزلمة. تفضل حبيبي. وهاي شباب خلصنا الفلوق تبعنا واشهد لله انه ابو حسن معلم يعني انه عن جد فاز علي خسرني لاول مرة بحرب البالونات واليوم انا راح اعشيها على حسابي باحلى مطعم باسطنبول. بس انت اختار وين بدك. استديناك يا روح تعبنا ولا شيء بس يعني تعرف انت الخساره واجبه. خساره. استنيناكم الجميع تكونوا كمان معنا واحلى رحله واحلى جو واحلى عالم. لهون بيكون انتهينا من فلوقنا باليوم من حرب البالونات. فبتمنى تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وان شاء الله بشوفكم بمواضيع جديده. وبس حاب اتشكر ماهر الله يعطيك العافيه. لا تواخذنا على الخساره بس ان شاء الله اذا جيتوا انتم كمان ما راح اخسركم. يلا بنشوفكم في فلوق جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.